الإرهاب الإرهاب الإرهاب، بتقول ليش يا طيب؟ شنو حكاية هالإرهاب هذا؟ الإرهاب الإرهاب هذا غصة غصة كبيرة حشاك. غصة حاصلة هنا وحطوها لنا هنا. الإرهاب هذا الشيء فظيع جدا جدا، لكن توبوا لبسوهنا الله غالب. صداقة الإرهاب هذا باين عليه باين عليه صعب حق، حتى أمريكا ما قدرتش عليه. هاي زعماتك أمريكا وبريطانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي زعماتك يحاربوا في الإرهاب، تي هم اللي يدعموا فيه. بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. توا بالله عليك، واحد شاب هيك طوله بعرضة منا ما شاء الله عليه، يجوا يقولوا له امشي فجر نفسك في عملية إرهابية، يجري هيك يمشي يفجر نفسه؟ ما هو يبي يتجوز الحرية. يتجوز سني حرية ودي سهلة يا ما والله، حريات في البلاد. شنو يجيبها يا كبدي؟ تبيلة تبيلة العرس يا ماما، هاتي والصالة والمهر والذهب والدباش والدباير والكسكسي والخرفان وطاقية أبوها وطاقية أمها وطاقية كذا وكل بالدين. هذا كان الجاي من يعطيه. اي بالله صدقت، والاتات وحجز الصاله والمزين تاع العروسه، ايه هيك هيك قداش منه هذا؟ بروحه بروحه مسكين الشاب هذا، يبي بنك. يبي بنك بس يقعد في الدين طول عمره مسكين، هو يقع طول عمره هو يخلص. ما هو كان علموه صح وقروه ويحنى، وبعد فتره تعين في خدمه راهو لا دور لهذا ولا هذا، راهو في السليم. ما هو هيك يلها بروحه، هيك يلها بروحه ويهتم بنفسه ويهتم باسرته ويهتم ببيته ويهتم بصغاره. ايه صدقت. وبعدين وبعدين الله غالب عليا. شن بعدين بنقولك؟ هيك في الاخير يصبح انسان مهتم باسرته وما يفكرش الا كيف يجيب لهم الماما وكيف يوكلهم وكيف يشربها. تعرف هذا كله من هذيك قبلة الرياضيات. اي كانت لا تعطي لا في حصة الرسم ولا الموسيقى ولا الاداب ولا اي حاجة، كانت غامة على كل شيء. يا كبدي غامة على كل شيء. المفروض يقروهم الاشياء المفيدة، المفروض يعلموهم دينهم، يعلموهم الثقافة الوسطية، يعلموهم لكم دينكم ولي دين. علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. يا عيني عليك يا زاهية، هذه لو كان نبغوا نفسروها توا بتفسير عصرنا هذا، الرماية هذه معناها تحديد الهدف بالضبط، تحديد الهدف والوصول إليه فورا وبسرعة، والثانية هذه ركوب الخيل تعني الثقة بالنفس وتعني الشجاعة بالنفس وتعني بأن وصول الفارس أكيد 100%. صح ليدك يا طيب، والفارس لا ينتحر ولا يدير أي حاجة على خاطر حرية لأنه هو فارس حقاني. يا عيني عليك، والحرية تجي لي عند الفارس طول عنده طول، وما تحتاجش إلى هكي ولا هكي، على طول يلقاها، وبعدين الفارس منهم يردع 100. قروهم تاريخ بلادهم وتاريخ أجدادهم وعلموهم دينهم الصحيح، وزيادة علموهم المسرح والرياضة والثقافة، كل شيء ملي علاقة، راه الثقافة هذه ثقافة الشعوب. بالضبط، هذا مربوط كله بعملية التعليم، يجب أنها ما تكونش عملية تلقينية، لا، لازم تكون عن طريقة الابتكار، عن طريقة المناهج الجديدة الحديثة اللي ممكن تفيد الطالب. تعرف يا طيب والله لما تكون هذه هيك تعطي كلمة وتجيب كلمة، يا السلام عليك التدريس. الحمد لله. لكن شو نقولك هنود، شو رأيك نود تصلي قبل؟ هيا بسم الله الرحمن الرحيم. لكن قبل ما تصلي وقبل ما أي شيء تاني نبيك تقولي قبل يعني شطر من أغنية شعبية معروفة عندنا. باه نقولها لك وجاوبي عليها بعدين بعد ما نصلوا. ها، لا تدبري ولاني قليل دبارة، كلمات الحاج مسعود القبلاوي رحمة الله عليه،
والحان علي ماهر ربي يطول في عمره. للدبري للدبري ولا نقلي للدبارة ولا تدبري ولا نقلي للدبارة. باقي ما نقدرش نقولها. أكمل المثل الشعبي واربح جائزتين من شركة مرسين المساهمة وكيل هومر. للمشاركة اكتب الإجابة الصحيحة في تعليق على البث المباشر لمنوعات اللمة على فيسبوك بصفحة سلام، أو اتصل على هذه الأرقام خلال بث برنامج إدوي ليبي، وهيك تربح أكثر من جائزة من خلال الفيسبوك والتليفون. وسيعلن عن الفائزين كل ليلة في السهرية خلال عرض برنامج إدوي ليبي.